قال ابن تيمية رحمه الله في المتستر قال وليس معلنا له أنكر عليه سرا وستر عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ومن ستر عبدا ستره الله في الدنيا والآخرة، إلا أن يتعدى ضرره، والمتعدي لابد من كف عدوانه، وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هجن وغيره.